بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في كورس الاي سي دي ال المقدم من شركه كرييتيف اب. انا اسمي محمود الشيمي، انا اي سي دي ال انستراكتور، انا بدرس المنهج بقالي اكتر من 10 سنوات. بدايه كده هنتكلم يعني ايه اي سي دي ال. اي سي دي ال يعني انترناشونال كمبيوتر درايفنج لايسنس، او الرخصه الدوليه لقياده الحاسب الالي. الرخصه او الشهاده دي موجهه للاشخاص اللي بيبتدوا في مجال الكمبيوتر، محتاجين يتعلموا البرامج الاساسيه زي الوورد او الاكسل او الباوربوينت، وكمان استخدام الانترنت بشكل سليم. ان شاء الله في الكورس هيبقى عندنا محتويات الكورس 7 مديولات. هنبتدي باول مديول الخاص بالكمبيوتر اسينشال. كمبيوتر اسينشال هنتكلم فيه على مفاهيم عامة عن الكمبيوتر، وكمان هنتكلم على استخدام الويندوز. معنا تاني مديول هنتكلم فيه عن الوورد بروسيسنج أو معالجة الكلمات، وهناخد على سبيل المثال من برامج وورد بروسيسنج برنامج الوورد، مايكروسوفت وورد. بعد كده هنبتدي ناخد الاكسل، والاكسل ده برنامج سبريد شيتس او جداول حسابيه، زي نعمل جدول ونكتب فيه بيانات ويبقى فيه حسابات وفانكشنز نقدر هنتعلمها مع بعض، نقدر نعملها من خلال الكورس ان شاء الله. بعد كده عندنا مديول خاص بالباوربوينت او البرزنتيشن، ازاي نكاري البرزنتيشن بشكل احترافي. وكمان عندنا المديول الخاص بالاونلاين اسينشالز، ازاي نستخدم الانترنت ومواقع السوشيال ميديا، وازاي نستخدم التعامل مع الايميلات او استخدام الايميلات. وكمان هيبقى موجود عندنا برنامج الاوتلوك في نفس المديول. وكمان عندنا مديول الاونلاين كولابريشن او التعاون من خلال الانترنت، وهنتكلم فيه على الكلاود كومبيوتنج وعلى التعاون من خلال الانترنت والاجتماعات او الاونلاين ميتينجز. كمان هيبقى عندنا اخر مديول اللي هو خاص بالاي تي سكيورتي، ازاي نامن معلوماتنا وبياناتنا، وهنتكلم على مصطلحات زي الهاكر والاتاكس، وازاي نامن نفسنا من كل الحاجات دي. وأتمنى إن شاء الله يكون العرض بصورة سهلة وميسرة، وأشوفكم إن شاء الله من خلال الفيديوهات. شكرا لكم.